تيمور أوزدمير أصبحت رسميا أول عضو في برلمان دولة أوروبية تلبس الحجاب، حجاب لم يمنعها من أداء مهامها الرسمية الأخرى كعضو في بلدية بروكسل، وتشدد على أنه لن يحول دون مباشرة عملها في إعداد المقترحات والتشريعات التي تهم كل المواطنين بدون استثناء، رد على حملة يمينية ضدها بدأت منذ إعلان ترشحها واشتدت مع فوزها وقرب موعد أداء اليمين الدستورية. دخول برلماني لم تشهد له بروكسل مثيلا، اهتمام إعلامي كبير، ومواطنون بالعشرات جلهم من أصول مسلمة قدموا لدعم محنور أوزدمير والتذكير بقيم الديمقراطية التي ترتكز